منورين منورات، ان شاء الله حياتكم في امن وامان باذن الرحمن. دائما باقي كيتكرر عندي هذا الموضوع هذا، مالغري انني هضرت فيه بزاف، مع العلم انني هضرت فيه بزاف، مي غادي نجي نعاود ناكد على حاجه واحده ونذكر الروح ديالكم. شي تيقولوا لي فلان سحر ليا، عمري ما نكرت بان السحر غير موجود، موجود السحر، المس، العين، الحسد، هادشي كله موجود، لكن نتوما الا عطيتوا القدره ديالكم والتمكين ديالكم وسيادة الروح ديالكم لأي شخص ولأي جن فوق الأرض أو لأي مخلوق فوق الأرض من مخلوقات الكون، عطيتوهم القوة والسيادة ديالكم وقلتوا سحر لي، قلتوا فلان كيدير لي، فلان عيني، فلان سحر لي، فلان دار لي، إذا نتوما عاطين هاد السحر وهاد القوة عطيناها في يد مخلوق بحالكم بحاله، إذا نتوما اللي قررتوا ونويتوا أنكم تعطيوهم لهم. ممكن تسحروا، ممكن تحسدوا، ممكن يدخل فيكم جن، وممكن حيت نتوما قررتوا وقلتوا ونويتوا ودخلتوا في بندول كبير تيقول بأن ممكن فلان يدير ليا، وممكن الجن يدخل فيا، وممكن هذيك السيدة تعينني، ممكن حيت نتوما قلتوها. إذا مريم واش هادشي كله موجود؟ موجود فوق التجربة الأرضية، هادشي كله موجود، كتسمى هجمات طاقية، موجود. ولكن انت واش قررتي نويتي وشديتي داك الطاقه ديالك اللي جا من السياده ديال الروح ديالك، عطيتيها لهداك لا بيرسون وقلتي له دير فيا ما بغيتي، اذا غيدير فيك ما بغيتي، غيسحر ليك، غيعينك، غيدير لك كل شيء. لكن انت اللي قلتي ولو اجتمعت الانس والجن فوق الارض، انا محصنه بتحصين الله، انا طاقتي كلها عمره بالله، انا ايماني قوي بالله، انا الامن والامان كنستمدو من الله، انا ما خايفه من داك الناس، ما دير لهم اعتبار، ما حتى شي حاجه، يديروا اللي بغاو، ياثروا على الناس كاملين اللي بغاو، الا انا سياده روحي اكبر من ان شي واحد يجي يقيسني. ورب العالمين، ولا قسمت برب العالمين انه ولو واحد فوق الارض ولو اجتمعت الانس والجن عليهم يقيسوني والله لقاسوني، حيت قسمت، حيت نويت، حيت قررت، حيت استحق. انا حتى واحد، انا محصنه بتحصين عالي جدا من نوع عالي، كاينش اللي حيدو ليا، كاينش اللي حيدو ليا. المشكله في هذا الموضوع هو اننا كنعطيو القوه ديالنا، كنعطيو النيه ديالنا، كنعطيو كل شيء لدوك الناس، كيديروا فينا ما بغا، وكتستاهل يدير فيك شي حد ما بغا. خفيك كي كنقول لهم، خفيك واحد يجي يسحر لك، خفيك واحد يعين لك، خفيك واحد يدمر لك حياتك، حيت انتي عطيتيه القوة والطاقة والتفكير انه ممكن، وكتباتي ليل ونهار خايفة منه ولا يدير لك شي حاجة. خوف من الناس انهم يسحروا لك، ولا ثقة في رب العالمين انهم حصنك. ميزان، اما غتدخلي في قلبك مخاوف بهذه الطريقة هذه وعدم الامان، واما غتاخدي من الاعلى، من المصدر، من الله سبحانه وتعالى، غتاخدي طاقتك والثقة ديالك في رب العالمين. بوان.